انت عارف من الاول ان انا ليا كف بيسه، بس ما كنتش عايز حد يلوم عليا. ولا حد يقدر يلوم عليك، ده انت والد الناس الكمل، والد الحد حداد، ده احنا نتشرف. ايدك نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده، وريني. ما يغلاش عليك يا كرم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده، وريني. ما كفاياك يا كرم، انت كده مالكش كف بيسه. ليه يا كرم؟ نقرا الفتح. انتوا تعملوا فتحه ونصب عليا، انا ماليش مسالم، ما اعرفش غير يا دوبك ان اخو شحاته. بتلونوا في ايه بقى؟ انا استنى شحاته لغايه ما يرجع. العمر طويل ليكي. طب استاذن انا. يا راجل اقعد تستاذن، ايه دي حنيه هتروح الحاله؟ على طلاق لنقرا الفتحه ودلوقتي. هو اللي في نفسي يا كرم. بسرعه. والله لا والله في نفسي. انت هتمثل ولا ايه؟ خلاص حفظنا الدور ده. اتلم يا بيت بدل ما اقوم الم. حرام عليكي. بقول لك ايه يا حضرة الصول، احنا عايزين نفك المسجون شحاته، لحسن نرجس بتقول ان هو لو فضل كده هيموت. ما اقدرش، دي مسؤولية. مسؤولية دي انت هتعمل لي فيها مهم؟ هات المفتاح وهفكه على مسؤوليتي انا. والنبي تتنيلي، انت تعرفي تبقي مسؤول عن نفسك اصلا؟ ربنا يا ابني يعفى عنك. خدي يا بت، تعالي. يا سلام. ده ايه ده؟ القمر زعلان ليه؟ ده الليله ليلتك، ده كاتب كتابك النهارده. على جتتي يا كرم. لا على سالم. والمازون ده في الطريق، ورينا هتعمل ايه. ما تستفتح بقى يا سيدنا. مش لما نشوف العروسة مين وكيلها؟ يعني هيكون مين وكيلها غير اخوها الكبير؟ اخوك كرم وكيلك يا بيسة؟ يا عم انت شايف بعينيك، دي رامية نفسها من سابع دور عشان تتجوزه. الف مبروك يا سيد. الله يبارك فيك يا كرم. الف مبروك. حلوة الساعة دي. حلوة والله. الف مبروك يا حبيبي. الف بركة. امسك يا كرم. الف لا بأس. يلا يا عمنا انجز. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. قول ورايا. ورايا. يلا بقى عايزين ندخل، الناس تحت مستنيين. قربت مني هفتح كرشك. يا بنتي انا جوزك بحبك. افتح كرشك يا سالم. خلاص يا بنت، انت اتجننت ولا ايه؟ انت المجنونه. الليله حمراء اهي، الليله سودا ومنيله في 60 ليله. بكره شاكرين. ما هو مش هنخلص من ايه الموال الازرق ده؟ مش عارف تسك على دماغها وتخلصني. هي حياتها ملايسه ما فيهاش باب. البيت فيها حاجه. قطع لسانك انت. ايه بهيمه ما بتفهمش؟ بيت اشرف من الشرف، دي تربيتنا. ما تتخيلش عن اختك ومراتك يا سلم. هقتلها واشرب من دمها. انت راجل يا حمار. اوعي على طلعت مصايبها غير بغسل ايديها من وسختها. انت اللي وسخ وعايز حرش رقبتك. ايه في ايه؟ مش كفايه توسخوها بالعافيه؟ كمان عايزين توسخوها بالعافيه. لا 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 لا، البنت دي شكلها غلطت مع الواد شحاته. حرام عليكم تظلموا شحاته ليه؟ ما يمكن غلط مع حد تاني. انا يا الحرام نخلص من غيرها. انا ولا بخت يا سالم. هات الطبان ده وانا اضربها بالدزم. فتحت صونك وفتحت الوريه. حرام عليكم، البنت بنت بنوت ورحمه ابويا بنت بنوت. هنشوف بنت بنوت ولا ما بنت. يمين بالله لما طلعت بنت بنوت لكم مفرق فيها المسدس ده. ليه يا سالم؟ انا حاجه معاك وخليها ست. انا حاجه معاك. هم ما رضيتش اخش عليها بلدي. هتشاش يا كرم. وشاش ليه؟ على فلك ما تدخل غير على شالي. ها يلا يا سالم. استنى يا سالم اما نشوف. يا سالم هخليها تدخل.